السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Types of wound healing. في عندنا يا جماعة ثلاث أنواع من الwound healing. نوع النظيف خالص، وده اسمه healing by primary intention. ونوع القذر خالص، وده اسمه healing by secondary intention. وخليط ما بينهم بيتقال عليه healing by third intention. الكام رسمة دول حلوين قوي للتلات أنواع دول. اكتب لي جنب الهيلينج by primary intention دوان، ده الهيلينج اللي هو عبارة عن clean cut wound, incised wound، ورحنا المستشفى في ساعتها وتخيط في ساعتها. هيحصل ايه بقى؟ الكلين سوتشر دون دون الايدج بتاعته بقت ويل كوابتد. في اي انفكشن اتفقنا الانسايزد ووند ما بيحصلش فيه انفكشن. في تيشو دامج، في نيكروتيك تيشو طبعا لا. فالانسايزد ووند النظيف دون الايدج بتاعته في منتهى النظافه، رحنا المستشفى ورحنا مخيطينه وبقى الايدج ويل كوابتد. هيحصل هيلينج ازاي؟ في العمق هيحصل هيلينج باي مينيمال جرانيوليشن تيشو. مفيش اصلا مكان للجرانيوليشن تيشو ده، يعني ايدج تو ايدج. فمينيمال جرانيوليشن تيشو هيتكون في العمق. طبعا السطح الابيسيليم من الويل كوابتد ايدج اللي على اليمين ومن الشمال هيحصل لهم يسحفوا ويتقابلوا مع بعض، والخط دون هتبص تلاقي قفل بالكتير في ظرف اسبوع او اتنين. سايب لك ايه؟ سايب لك لينير اسكار. لا في اجلي ديسفيجرمنت ولا في كونتراكتشر ولا في اي كومبليكيشن. وعلى فكره كونتراكتشر يعني باثولوجيكال شورتنج، يكش، وده برضو بيؤدي الى ديفورميتي وشكله بيبقى وحش قوي. فاحنا عندنا انضف هيلينج ممكن فانضف جرح ممكن، اللي هو الانسايزد ووند اللي اتخيط والايدج بتاعه بقى ويل كوابتد وحصل له هيلينج بمينيمال سكار ومينيمال فايبروزس ويقدر يدخلك شهر. اقذر هيلينج بقى دون. ايه رايك بقى في العينين بتوع اللاسريتد ووند والكراشد ووند وحادثه شوارع والجرح ملوث؟ بتقفلوا الجروح الملوثه، هتقفل على قنبله تنفجر جوه داخل الجسم والانفكشن يبقى ديسيمينيتد؟ طبعا لا. فاحنا بيبقى الحل بتاعنا ايه بقى في اللاسريت دوند والكراش دوند اللي حاصلين في الشوارع وفيهم انفكشن؟ الحل ان انا بضطر اسيب الجرح ده مفتوح، بسيبه مفتوح ولا خيطت ولا حاجه دلوقتي ساعه الايه الحادثه، وهنقعد نغير على الجرح ده هو باستمرار عشان هيحصل هيلينج للجرح دوان باكستنسيف ماسيف جرانوليشن تيشو من العمق. جرانوليشن تيشو بروليفريت من العمق من العمق من العمق من العمق، واحنا قاعدين بنغير كل يوم وهكذا لحد ما الجرانوليشن تيشو دي هتوصل للسطح. اما توصل الجرانوليشن تيشو بقى على السطح هيبتدي الابيسيليم اللي في الايدج يبتدي ايه يتكاثر بروليفريت ويغطي السكار الفظيع اللي حصل جوه ده هو. فكده الهيلينج في العمق باكستنسيف اجل سكار. وبعد كده هو الابيسيليم دون راح زاحف من الايدج وراح مغطي الاجل سكار ده هو، وساب لك بقى طبعا اجل سكار ممكن يحصل فيه ماركت كونتراكتشر وديفورمتي. ده اسمه هيلينج القذر ده هو باي سكندري انتنشن. Healing by secondary intention. نيجي بقى الخليط ما بين الاثنين. ازاي بقى خليط ما بين الاثنين؟ Wound وinfected. ما قدرتش اقفله فهضطر اسيبه مفتوح. طبعا انا مش قادر اقفله عشان الانفكشن. هتسيبه مفتوح وبعدين هيحصل healing by generation tissue من العمق لحد ما يوصل الجرانيوليشن تيشو للسطح. هنا بقى انا هتدخل،
هروح داخل مخيط الـ edge of the wound، عشان أما خيط الـ edge of the skin لبعضه هيحصل fine linear scar في الـ skin بس، شبه الـ healing الحلو بتاع الـ primary intention ده على السطح، ومدفون تحتي مين؟ مدفون تحتي الـ ugly scar والفايبروزس في العمق. فيبقى على السطح هلا هلا جميل جدا ولينيا اسكار، بس في العمق هي على مالله مليان بقى بالفايبرس تيشو والاجل سكار في العمق. الخليط ده هو بقى من اجل سكار في العمق ولينير سكار حلو جدا على السطح، ده بيتقال عليه هيلينج باي سيرد انتنشن. طبعا على ما الجرانيشن تيشو دي توصل للسطح ونغير كل يوم والانفكشن يخف، واضطر بعد بقى ما خلاص الانفكشن خف بعد 3 اسابيع اخيط الجرح، ده بيتقال عليه سيكندري سوشر. فانت اما تخيط الجرح في ساعتها على طول وقت الجرح ده اسمه برايمري سوشر، تخيطه بعد 3 اسابيع، تخيط السكين بعد 3 اسابيع ده اسمه سيكندري سوتشر. ويبقى انت عندك الانسايز دوند اللي بيتخيط الهيلينج بتاعه ده البرايمري، والجاب دوند اللي هو لاسريتد او كراش دوند ده الهيلينج بتاعه الطبيعي بسكندري انتنشن. لو في جاب دوند وانفكتد وقعدت تغير عليه لحد ما خف الانفكشن والجرانيشن تيشو وصل للسطح ورحت انا داخل مخيط الجلد بس بعد 3 اسابيع بحاجه اسمها سيكندري سوتشر، عشان يبقى الجرح على الجلد نظيف وادفن بقى القاذورات تحت مش مهمه مفيش حد شايف حاجه، دي اسمها هيلينج باي سيرد انتنشن. نيجي بقى كمان للفاكتورز افكتنج ووند هيلينج. فاكتورز افكتنج ووند هيلينج بتتقسم لجنرال فاكتورز ولوكال فاكتورز. الجنرال فاكتورز اول حاجه طبعا السن. تفتكر الهيلينج في واحد راجل عجوز زي كده هو زي هيلينج بتاع طفل صغير او شاب زيك؟ طبعا في الشباب وفي الاطفال البروتين سينسيسز في الجسم على قدم وساق، فلو حصل جرح البروتين سينسيس بسرعه والكولاجين هيتكون بسرعه والفايبرس تيشو بسرعه، والهيلينج اسرع ما يمكن في الاطفال وفي الشباب اللي زيكم. بينما راجل عجوز زي عند البروتين بيتكون ببطء شديد، هتلاقي الجرح عندي هيحصل له هيلينج ببطء شديد. وطبعا بقى حسب السن، كل ما الواحد عجز بقى دخل في سبعينات وثمانينات كل ما كان الهيلينج ابطأ واوحش. طبعا اكيد الهيلينج يا جماعه محتاج جود نيوتريشن، فالنيوتريشن فاكتورز مهم جدا، واهم حاجه في النيوتريشن بروتينز. البروتينز يا جماعه مهمه جدا جدا جدا، عشان كده كل العيانين اللي عندهم هايبوبروتينيميا زي العيانين اللي عندهم ديبليتيتنج ديزيز، الناس اللي عندهم ليفر ديزيز اللي هو مصنع البروتين، وبالتالي عندهم مدام بقى ليفر ديزيز بيكون عندهم جوندس، وممكن الديزيز ده يكون سيروزس. فسواء كان سيروزس او جوندس ده بيؤدي الى هايبوبروتينيميا والكولاجين مش عارف يتكون، والجراوند سبستانس اللي محتاجينها للهيلينج مش عارفة تتكون، وده وان يأخر الهيلينج. فيتامين سي مهم جدا جدا يا جماعة للماتوريشن. في الأول بيتكون حاجة اسمها بروتوكولاجين اللي هو الكولاجين المبدئي، بس بيحصله بعد كده ماتوريشن ويبقى كولاجين. فيتامين سي مهم جدا عشان البروتوكولاجين المبدئي ده يبقى ماتور كولاجين. فلو في فيتامين سي ديفيشنسي فيلير اوف كولاجين فورميشن وماتوريشن اوف بروتوكولاجين تؤدي الى يعني هيلينج وحش قوي. طبعا في الهيلينج محتاجين ايبيسيلياليزيشن. الايبيسيليام ده بيلعب دور مهم جدا في البروليفريشن بتاعه، والهيلثي ايبيسيليام فيتامين اي، عشان كده لو في فيتامين اي ديفيشنسي اكيد هيبقى في ديفيشنسي في الايبيسيلياليزيشن وبور هيلينج. مينرالز كالسيوم زنك كبر مغنيسيوم بيلعبوا دور مهم جدا جدا
في الهيلينج. فلو في ديفيشنسي في المينرالز دي ليدنج تو ديفيشنت هيلينج. ديبليتيتنج ديزيزز، ديبليتيتنج ديزيزز زي ما كنت بقول لك من شويه، الناس عندهم ليفر ديزيز وجوندس وسيروزس، ده مصنع البروتين، واتفقنا هايبوبروتينيميا تؤدي الى ديلي هيلينج. يوريميا، في انواع كتير قوي من الرينال فيلير تؤدي الى لوس اوف بروتين ان يورين، بروتينوريا، وده يؤدي الى هايبوبروتينيميا وديلي هيلينج. المالجنسي، العيان المالجنسي بيكون طبعا عنده انيميا وكاشيكسيا وهايبوبروتينيميا وجميع انواع الديفيشنسي اللي في الدنيا، فطبعا المالجنسي ديلي هيلينج. ديابيتس ميليتس ديلي هيلينج، اشمعنى؟ مش العيان الديابيتك عرضه جدا 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 زي ما خدنا في الاسكيميا للانفكشن، فالانفكشن اللي هيحصل في الون طبعا اكيد بيضرب الهيلينج في معتل. العينين دول برضو يهمك قوي لو عنده اميون ديفيشنسي، اميون ديفيشنسي ده مثلا واحد عنده ايدز مش عرضه كل شويه للانفكشن، ولو عنده ووند هيبقى فيه ووند انفكشن اللي بيضرب الهيلينج في معتل. على فكره يلا بالمره بقى، هو طبعا الانفكشن ليه بيضر الهيلينج؟ الانفكشن يا جماعه البكتيريا بتطلع انزيمز تدوب الكولاجين، والبكتيريا محتاج اكسجين ونيوتريشن، فهي بتنافس الخلايا بتاعت الجسم اللي بتعمل هيلينج على الاكسجين والنيوتريشن، فتمنع الخلايا الطبيعيه بتاعت الجسم اللي بتعمل هيلينج من انها تتغذى، وده بالتالي يمنع الهيلينج. فاي كلمه انفكشن او اي حاجه تعرضك للانفكشن تؤدي الى ديلي هيلينج على طول. دراجز، كورتيكوستيرويدز بتعرضك للانفكشنز وبتقلل اميونيتي وديلي هيلينج. كانسر كيمو سيرابي، مش الكانسر كيمو سيرابي ده بيتقال عليه انتي مايتوتيك دراجز، بيمنع بروفيشن بتاع الخلايا المالجنن، بس برضو على فكره بيمنع تكاثر الخلايا الطبيعيه، يعني بيمنع تكاثر الخلايا بتاعه الابيثيليوم، وبيمنع تكاثر الخلايا بتاعه الاميون سيستم، وبيمنع تكاثر الخلايا بتاعه الفايبروبلاست والحاجات دي كلها والاندوثيليال سيلز. فطبعا اكيد الكانسر كيمو سيرابي بيمنع الستيج بتاعه البروليفريشن اللي بتحصل اثناء الهيلينج. اي اميونو سبريسيف دراجز، الاميونو سبريسيف دراجز طبعا بتعرضك للانفكشن وامبير هيلينج. اي واحد اتعرض للاشعاع الجرح بتاعه صعب جدا يحصل له هيلينج. ليه بقى؟ لان الراديشن بيعمل حاجه اسمها اند ارترايتس اوبليترانس، بيقفل السمول ارتريولز والفينيولز والكابيلاريز، طبعا بلاد فيسلز بتتقفل اند ارترايتس اوبليترانس تؤدي الى اسكيميا، والاسكيميا طبعا على طول بتمنع الفورميشن اوف جرانيوليشن تيشو، ولو مفيش جرانيوليشن تيشو يبقى مفيش فايبروزيس ومفيش هيلينج. طبعا خد بالك برضه في الراديشن قاعده عامه، اهم فاكتور للهيلينج هو الجود فاسكولاريتي، جود ارتيريال سبلاي وجود فينوس ريتيرن وجود فاسكولاريتي اوف ذا ايدج اوف ذا ووند بالذات. اي امبيرمنت للفينوس ريتيرن ارتيريال سبلاي للفاسكولاريتي بتاعه الايدج اوف ذا ووند مفيش ووند هيلينج، ودي اهم فاكتور على فكره للوند هيلينج، امبيرمنت اوف فاسكولاريتي فينوس ريتيرن الفاسكولاريتي اوف ذا ايدج مش كويسه مفيش هيلينج. على فكره بالمناسبه من الحاجات اللي تلاحظها ان في مناطق في الجسم الهيلينج فيها بسرعه قوي زي السكالب والفيس، هايلي فاسكولار هيلينج صاروخ، بينما مثلا تحت الركبه بعيد عن البلاد سبلاي والفاسكولاريتي بتاعتها اقل الهيلينج بيبقى أبطأ وياخد وقت كبير. في فاكتورز تانية مهمة جدا بتمنع الووند هيلينج زي مثلا ووند انفكشن. على فكرة الووند انفكشن بيزود البريشر في الجرح، وزيادة البريشر في الجرح تعمل كومبريشن اوف بلاد فيسلز وتمنع الهيلينج. فحتى الفاكتورز التانية زي الانفكشن
عن طريق انها بتعمل some sort of ischemia تمنع الهيلينج. سوتشر اندر تنشن مثلا يمنع طبعا الهيلينج. ليه؟ لان الغرز اللي انت واخدها دي اندر تنشن، لو انت خدت هنا مثلا غرز بالعافيه الجرح الايدج بتاعه هو بعيد وانت بالعافيه رحت شد بغرز، دي اسمها سوتشر اندر تنشن. ما الغرز دي ضغط على التيشو، ضغط على البلاد فيسلز تمنع الهيلينج وتبوظ كل حاجه. زياده بريشر في الجرح بووند مثلا هيماتوما، ووند هيماتوما وزياده بريشر في الجرح دي برضو بتضغط على البلاد فيسلز وبتعمل اسكيميا وتمنع الهيلينج. طبعا زي ما اتفقنا الانفكشن من الحاجات المهمه جدا اللي بتمنع الهيلينج لانها بتنافس الفايبروبلاست والاندوثيليال سيلز والبروليفيريتنج سيلز اللي عايز تعمل هيلينج. البكتيريا بتنافس وتاخد الاكسجين بتاعهم وتاخد النيتريشن بتاعهم وتمنع خطوه البروليفريشن. زائد البكتيريا اللي عينا بتفرز انزيمز بتدوب بروتينز وتدوب الكولاجين، انزيم اسمه بروتوليز انزيم، وده يمنع الهيلينج طبعا. زائد اتفقنا الانفكشن بيزود البريشر جوه الجرح، وزياده البريشر جوه الجرح بيضغط على البلاد فيسلز وتسبب some sort of impairment of vascularity. طبعا بمناسبه الانفكشن بقى، الانفكشن جدا بقى والبكتيريا تعز مين؟ تعز القاذورات. فلو في فورين بادي او نيكروتيك تيشو في الجرح البكتيريا هتلعلع وتمنع الهيلينج. استريح الجرح يا جماعه، ده لازم يستريح خالص، لان الحته اللي فيها جرح لو انت بتحرك الحته المجروحه كده هيحصل فيها بيتقال حاجه اسمها احتكاك، حاجه اسمها شيرنج فورس، وكل ما يجي يتكون جرانيشن تيشو تحرك الجزء ده الجرانيشن تيشو يحصل له ديستربنس، والاحتكاك ده يقطع الفايبر الجرانيشن تيشو، وبالتالي مفيش جرانيشن تيشو مفيش فايبرس تيشو. عشان كده من الحاجات المهمه جدا جدا في الجروح بالذات الفظيعه الماسف ان انت تثبت الجزء، تعمل له كبيره تثبته خالص لحد ما الجرانيشن تيشو تحصل والفايبرس تيشو تحصل، عشان لا يحصل لا احتكاك ولا شيرنج فورسز ولا ديستربنس للجرانيشن تيشو ولا حاجه. فالايموبلايزيشن اللي هو فيكسيشن الجزء المجروح مهمه جدا. لو حصل ادهيجنز ما بين الايدج اوف ذا سكن، اهو كده الايدج اوف سكن ده حصل له ادهيجن في العظم اللي تحتيه، اشهر مكان طبعا خدناه في الباريكوز فين يا جماعه الفينس ألسر. السكن تحتيه على طول فيه عظم اللي هو التيبي، الايدج اوف ذا سكن لزق في العظم والايدج ده مش هيقدر يلم على بعضه عشان يعمل هيلينج. وطبعا اشهر مكان اللي هو المكان بتاع الفينس ألسر اللي هو على الميديال اسبيكت اوف تيبيا اللي تحت الجلد عندك ده. دي كلها فاكتورز افكتنج ووند هيلينج سواء كان جنرال او لوكال. نيجي بقى للكومبليكيشن اوف ووند هيلينج. طبعا كومبليكيشن اوف ووند هيلينج زي ما انتم عارفين بقى في البلاد بتاعتنا اللي مليانه تراب ومليانه قاذورات، طبعا الوونز وبالذات اللي بتحصل في الشوارع والحاجات دي اكيد حصل فيها ووند انفكشن. ده من اشهر الكومبليكيشن اللي طبعا بتسبب بعد كده هو بقى فيلير اوف هيلينج. شوك، تشكيل الشوك ممكن تحصل عند اول، اما بتتخبط وتتعور بتقعد تضحك ومبسوط وسعيد ولا دي بتوجع قوي، طبعا بتوجع قوي وانتوا عارفين الوجع قوي ده بيجيب لك نوع من انواع الشوك اسمه نيوروجينيك شوك. الجرح ده هيخر دم ولا هيخر ايه بالظبط؟ طبعا هيخر دم، فيجيب لك نوع من انواع الشوك اسمها هايبوفوليميك شوك. لو جرح كبير وحصل فيه انفكشن مليارات البكتيريا من الووند ده تقدر تخش جوه السيركيوليشن، ومليارات البكتيريا لما تمشي في السيركيوليشن هتعمل لك افظع نوع من انواع الشوك القاتله اللي اسمها سيبتيك شوك. خدنا طبعا في انواع الووند الكراش سيندروم، ودي طبعا حاجه فيتال ممكن تموت العيان ده، هو ممكن يحصل له كومبارتمنت سيندروم، ودي حاجه خدناها بقى في الاكيوت اسكيميا في الامبوليزم، وكنا اتفقنا ان ممكن يحصل اديمه في المسلز نتيجه التروما، يحصل اديمه في المسلز وللاسف المسلز حواليها في فايبرس تيشو، وبتبقى المسلز دي متقسمه كده بشكل مسل كومبارتمنت مقفول عليها
دي فاشيه، دي فاشيه جامده جدا، وجوه المصيص. المصيص جوه لو حصل فيها إديمة، المصيص بتورم، بس دي فاشيه ما بتورمش ثابته. ده يؤدي ان اللي جوه ورم والفايبرستيش اللي حواليك جامد وقوم في مكانه، فالبريشر جوه الكلوزد كومبارتمنت هيعلى جدا. كلوزد ماسل كومبارتمنت والبريشر عالي جامد جدا جوه، مين يا عيني الضعيف اللي سهل جدا يتفعس ويتقفل؟ البلاد فيسلز. والبلاد فيسلز لو اتقفلت كده هو فجأة بالماسل إديما والانكريز بريشر جوه الكلوزد ماسل كومبارتمنت، دي بيتقال عليها كومبارتمنت سيندروم، ودي حاله من حالات الاكيوت اسكيميا. وعشان كده الكلينيكال بيكتشر المولعه قوي في العيان دون الخمسه بيز المشهورين اللي احنا عارفينهم بتوع الاكيوت اسكيميا، اللي هي البين والبارول والبالور والباريسز وبقيه الايه المسشن اللي انت عارفها بتاعه الاكيوت اسكيميا. زائد طبعا العيان ده بقى لو عنده كومبارتمنت سيندروم، لو عنده كومبارتمنت سيندروم ممكن اروح ضارب مونيتور اللي هو بيقيس الضغط، اروح ضارب مونيتور اللي هو بيقيس الضغط جوه الكلوز كومبارتمنت، واقيس الضغط جوه الكلوز كومبارتمنت هتلاقي اعلى من 30 ملم مركوري. الحل الوحيد بتاع الكومبارتمنت سيندروم ايه؟ ما دام يا جماعه في هاي بريشر جوه هذا الكلوز كومبارتمنت، ما تفتح يا اخي الكلوز كومبارتمنت ده، بنروح عامل انسيجن في السكن والسبكوتينيوس تيشو والديب فاشيا. وطبعا كون ان انت عملت فتحه في الديب فاشيا دي اسمها فاشيوتومي. اشهر مكان للكومبارتمنت سيندروم في الليج، فبروح عامل انسيجن بالطول كده لونجيتودينال انسيجن في الليج في السكن والسبكوتينيوس تيشو والديب فاشيا عشان افتح الكلوزد ماسل كومبارتمنت والماسلز دي تطلع لبره والبريشر جوه الكومبارتمنت يخف والكومبريشن على الفيسلز يضيع. دي اسمها فاشيوتومي لاني فتحت فتحه في الديب فاشيا. طبعا من اهم الحاجات اللي تؤدي الى الديس في الونز الاسوشيتد انجريز، هو الجرح ده جرح كده لوحده ولا زي ما انتم عارفين طبعا في القاعده الشهيره في التروما اللي دايما بقول لكم عليها اللي هي لا تاتي المصائب فرادى. لو جرح مثلا في فخدك، انت ايش عرفك ان معهوش باسكولار انجري في الفيمورال ارتري وفين؟ او مثلا في جرح نون ان فرانت اوف ذا ريست، ايش عرفك ان ما تقطعش الميديان نيرف والالنر نيرف؟ حتى في الهاند، جرح في الهاند اللي مليانه تندونز، تندون انجري، ايش عرفك في الجروح ده هي انه في الخبطات العربيات والكلام ده كله ما حصلش فراكشرز في البونز، او معاها كمان نصيبه سودة بقى زي الفيسرال انجري في اللنج او في الليفر او في البرين او في السبلين؟ فطبعا الحكايه دي الاسوشيتد انجريز طبعا قد تكون فيتال. من نمره 6 بقى اللي جاي بقى عندكم في البرزنتيشن، دول كلهم تقدر عليهم تحط كده عنوان كومبليكيشنز اوف ووند هيلينج. اول حاجه الووند هيلينج ممكن بخ ما يحصلش، فشل، ووند فيلير او بيتقال عليها ووند ديهيسنس. ووند هيسنس يعني فيلير اوف هيلينج، وده هيسيب لك جرح مزمن كورونيك تروماتيك ألسر. كورونيك تروماتيك ألسر دايما في انفكشن ودايما في كورونيك اريتيشن ودايما في فورين بادي، مش ده يعمل كورونيك اريتيشن. وزي ما انتوا عارفين كلمه كورونيك اريتيشن دي مرتبطه في ذهنك بايه؟ مالجنت ترانسفورميشن. يحصل في الجرح ده سكويموس سيل كارسينوما. بالمناسبه سكويموس سيل كارسينوما اون توب اوف كورونيك ألسر، دي بيطلق عليها مارجولين ألسر. فوق كلمة كده مارجولين ألسر لو انت مش عارفها من الفينوس ألسر، اكتوان كلمة مارجولين ألسر يعني سكويموس سيل كارسينوما on top of any chronic ulcer، يتقال عليها مارجولين. فيلير اوف هيلينج ده لو حصل في الابدومن، عامل عملية انت في الابدومن واخد غرز والهيلينج فشل تماما، بطن العيان الغرز دي بتفرقع وبطن العيان بتتفتح، دي اسمها بيرست ابدومن يعني انفجار في جدار البطن. طبعا اللي انا بقوله لكم ده انفجار تام. انا طبعا بخيط الابدومن بخيطها ان لير بيريتونيوم، بخيط الماسلز ان لير ثلاثه لايرز كده اهو.
لو هما كلهم فرقعوا البريتونيوم بالثلاثة ليرز اللي انا بخيطهم فرقعوا والاحشاء بقت في الشارع، دي اسمها بيرست ابدومن، انفجار في البطن. ساعات العيان ربنا يلطف بيه بقى، الحمد لله ربنا هو الستار واللطيف، ربنا بيلطف بينا واللي فرقع الديب ليرز اوف ذا ووند بس، والسكين يلحم ويحصل له هيلينج. كده هتبقى الانتيرو ابدومينال وول بتاعك واقف على السكين، وتحت السكين يبتدي يطلع لك الاحشاء في شكل انسيجنال هيرنيا. فالانسيجنال هيرنيا دي يا جماعه تعتبر بارشل فيلير اوف ووند هيلينج، كله فشل اللي في العمق، بس نجح الحمد لله بلطف ربنا السكين ان هو يلحم، فيحصل لك في المكان ده انسيجنال هيرنيا، لانها هيرنيا في مكان انسيجن بتاع عمليه فيتقال عليها انسيجنال هيرنيا. من الحاجات برضه اللي بتتعب العينين قوي ساعات السكار ده يتم يوجعهم لمده كبيره جدا، بيتقال عليه بين فول سكار. ساعات بقى بالذات في البنات، طبعا ده لو حصل فيك انت كراجل يقول لك ولا يهمك ايه يعني ما تفرقش، بس بقى بالذات وفي البنات وفي مناطق مؤثره في الفيس كوزموتيكالي هتبقى وحش قوي. دي حاجه اسمها هايبرتروفيك سكار. ايه الهايبرتروفيك سكار ده؟ في مكان الجرح بس، كونفايند للمكان الجرح، بيحصل اكسسيف فايبرس تيشو فورميشن. اكسسيف فايبرس تيشو سكار فورميشن في مكان الجرح بس، ده يتقال عليه هايبرتروفيك سكار. يعمل لك كده هو ايه سكار ريزد عن سطح الايه الجلد بالمنظر ده. هو الهايبرتروفيك سكار ده تعرف منين ان هو هايبرتروفيك ومش هتقدم الى الاخ ده اللي اسمه كيلويد؟ ده بيزيد بكثير اول مده 6 اشهر وبعد كده كمان يبتدي يحصل له ريجريشن يقل. بعكس المنظر الفظيع ده اللي اسمه كيلويد بقى، الكيلويد ده اولا مش كونفايند في مكان الجرح، ده تلاقي عندك مثلا كان مجروح هنا هو مثلا في دقنه وتكون السكار، والسكار ده بقى قاعد بيكبر 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 وراح واخد له المنظر الفظيع ده، وبيستمر في الجروس لمده 5 ل 10 سنين ومش كونفايند لمكان الجرح، ده قاعد اهو بيسرح وبينفلتريت ولا كانه مالجنسي. فده يتقال عليه كيلويد، ده دنس اوفر جروس اوف سكار تيشو بياند ذا ووند اريا، وتنه يزيد يزيد لمده 5 ل 10 سنين. ايه البريديسبونسنج فاكتور الحكايه دي؟ لون البشره دي، الدارك سكين، كل ما كان السكين دارك يقول لك ده عرضه للكيلويد اكتر، وغالبا ده في حد في عيلته سوابق في عنده الحكايه ده هي فاميليال، والانفكشن او اي اريتيشن في الوند تعملها. الحكايه دي كتيره قوي بتحصل في البيرن او في البنات اللي بيخرموا لهم ودانهم مكان ما خرموا يحصل له كيلويد، او في السكار بتاع الفاكسينيشن اللي في دراعك ده او في فخدك. الكلينيكال بيكشر بقى المنظر الفظيع ده وصفه، ده بقى ايه الافكتد سكار، عمل لك سويلنج والسويلنج ده وان حس عليه كده هتلاقيه فيرم، وطبعا واضح ان هو ريزد اباف ذا سكين اباف ذا سيرفيس لوبيوليتد انفيدنج، مش كده بس بالكمساحه كده على السطح، لا ده انفيدنج كمان جوه السب كوتينيوس تيشو والسب فيشال بلين. الكيلويد في الاول بيكون محمر لانه بيتكون من اماتيور فايبرس تيشو فبيكون لونه بينكش، بس بمرور السنين بقى والفايبرس تيشو بيبقى ماتيور فيبقى بيل انكلر. اشهر اماكن للحكايه دي زي ما قلت لك اللوبيول اوف اير، مكان ما بيخرموا ودان البنات عشان الحلق، والبريسترنال اريا ومنطقه الشولدر. لو حاولت تشيله تقول يلا نشيله جراحيا، لو انت ساذج كده وشيلته بس يا دوبك هيرجع لك 900%. العيان ده هو الحل بتاعه ايه؟ ايرلي بنعمل اول كده ما نلاقي يا دوبك هو لسه في المهد في الايرلي كيسز، نعمل عليه كومبريشن مستمر بسيليكون جل شيت، غيار من السيليكون اللي ضاغط دايما باستمرار، ونحقن في المكان ده كورتيكوستيرويدز عشان نجهد تكوين الفايبرس تيشو ونعمل انهيبيشن للفايبروبلاست. الحكايه بقى لو وصلت لمنظر متقدم مضطر بقى ايه
تعاملوا معاملة المالجنانسي. اكسجين والسيفتي مارجن على السطح وفي العمق. وأثناء العملية طول ما أنا قاعد بعمل اكسجين والسيفتي مارجن أحقن كورتيكوستيرويدز، أحقن كورتيكوستيرويدز عشان أجهد الفايبروزيس والفايبروبلاست عشان ما يحصلش ريكارنس، ولو إن الريكارنس متوقع. العينين دول طبعا المشاكل بتاعت برضو الهيلينج ديسفيجرمنت، وبالذات لو في منطقة كده في الفيس بتبقى مؤثرة، أو بالذات بالنسبة للبنات. أو كونتراكتشر. يعني إيه كونتراكتشر؟ كونتراكتشر يعني باثولوجيكال شورتنينج، دي بتبقى كارثة على الجوينت. تصور بقى مثلا كده، هو القلب بتاعك ده اللي انت طول عمرك قاعد بتعمل له فليكشن واكستنشن، وواقف عليه الفانكشن بتاعت الابر لين يمكن كله. تصور لو قدامك انه حصل سكار تيشو وفايبروزيس، والفايبروس تيشو ده باثولوجيكال شورتنينج اهو، بقى فيه كونتراكتشر. الراجل بقى يستعمل الابر لين ده هو كله، مش عارف تعمل اكستنشن، وشكلك ماشي في الشارع عامل كده، هو في عندك ديفورميتي ومنظرك وحش جدا. فطبعا الكونتراكشر والديفورميتي دي بالذات لو على جوينت بتبقى في منتهى السوء، ويمكن تبوظ لك الفانكشن بتاعت الابر ليم كله، ويبقى دي كومبليكيشنز اوف وونز. ثانك يو فور جود لسننج اند جود لك.